صباح الخير عليكم، جيسبر راكم كاع ملاح وصحة لاباس. مرحبا بكم في كوزيتكم كوزينات لوكي. اليوم جبتكم كيفية تقليدية قبائلية وهي أغرم النعناع ولا أغرم في الحوال، كل واحد كيفاش يسميه. هي حرشة بالنعناع ولا كسرة بالنعناع، دونك كيفية تقليدية 100%. نبدأ مباشرة، راح نحاول نعطيكم مقادير مضبوطة للمبتدئين. دونك هنايا عندي كمية من النعناع غسلتها وقطعتها تقطيع عشوائي. هنايا عندي دونك اون طوماط، ان اونيون، ان بيمون، اون قصداي، حبه طماطيش، حبه بصل، حبه فلفل حار اللي يحب الحار، و ظرف تاع ثوم. بيان سور البصل من المستحسن اللي عنده البصل الاخضر، انا ما عنديش دونك ندير حسب الامكانيات المتواجده. بيان سور دونك واش ندير في هذه المرحله؟ دونك راح ندير الخضروات تاعي في الجفنه. دونك نقطع عفوا الظرفة تاع الثوم تاعي، نقطعها تقطيعا عشوائيا و ميم طون راني طاجين تاعي درتو فوق النار على نار متوسطة باش يسخن على غرو. دونك هنايا دونك نبدا نهرس عفوا الخضروات تاعي. بيان سور كان نريحيهم بالميكسور، بصح جو بريفير نديرهم هكذاك باش النعناع تاعنا يحافظ على الكوت تاعو. ولهر ولا درتو في الميكسور راح يتهرس مليح، و هذا رايي. دونك البنه تاعو راح تروحلو. دونك ناخذ وقتي حوالي 5 دقائق وانا نهرس باش تخلط كاع الخضروات. هاوليك بعد ما كملت دونك هذا الكيفيه. دونك علاش درت بهذه الطريقه؟ باش نستبن من البنه تاع النعناع، وكي ناكل اغرم تاعي نلقى شويه تاع الكروكون تاع الفلفل وتاع البصل الداخل. هذا كيما قلت لكم اختياري، اللي ما يحبش دونك يحيي بالحياه. واش ندير في هذه المرحله؟ راح ندير دونك النعناع والطماطيش والبصل اكسيتيرا. عندي كيلة، انا كيلت بهذا الكيلة. دونك عندي كيلة تاع النعناع والخضروات، راح نزيد عليهم زوج كيلات تاع السميد. الكيلة الثانية انا درت السميد الرقيق، فوالا لاصون مولفين، نخلط فوالا هكاك باش يكون عندنا توازن بين النعناع والسميد. الغروم تاعنا ما راحش يكون 100% سميد، فوالا اوب باش السميد ما راحش يطغى على البنة تاع النعناع. كيلة تاع الحشيش ولا نعناع و لي زوطخ زانغيديون، زوج كيلات تاع السميد الرقيق راح نملى حسب الحاجة. دونك ديرو حسب الكيلة اللي درتوها تاع الخضروات وتاع السميد. انا راح ندير حوالي ملعقة كبيرة تاع الملح، وناخذ الزيت. بالنسبه للزيت عندي ربع الكيلة تاع الزيت، ربع الكيلة. علاش ما درتش نص الكيلة؟ باسكو على بالكم النعناع والطماطيش والبصل عندهم الماء، دونك راح يطلق الماء تاعو. دونك ما تكثروش الزيت، ربع الكيلة تاع الزيت. من المستحسن بيسير زيت زيتون باش تكون الوصفه اصليه 100%. للامانه كان ناس تاني يديروا يحبوا يديروا لي زيبيس، فلفل احمر، فلفل حار، فلفل كحل، وكاين مناطق يزيدوا له ميم شويه تاع الشحم. انا ما جيت ما نحبش عفوا نزيد لي زيبيس. علاش؟ باش ما يقتلوليش البوت تاع النعناع. جو بريفير نستمتع بالنعناع تاعي. وبالنسبه للشحم دونك على بالكم الاولاد ما يحبوش الشحم، دونك سي بور سا ما زدتش الشحم، سينو وليدي ما راحش ياكلو. دونك اللي يحب يزيد شويه تاع الشحم يقدروا يزيدوا شويه تاع الشحم، يعطي نتيجه ما شاء الله. هاوليك دونك بعد ما خلطت الزيت والسميد والنعناع، هنايا راح نجيب دونك نبدا نزيد في الماء، نجيب شويه تاع الماء نبدا نزيد في الماء. بالنسبه للماء هو عمرت الكيلة تاعي، نشوف شحال يديني. صح ما راحش نعطيكم بالنسبه للماء، ما راحش نعطيكم المقدار اكزاكت، باسكو حسب نوعيه السميد، كاين سميد اللي يشرب كاين سميد ما يشربش. فوالا ندير بشويه كيما قلت لكم، ونفتل هكذا بيديا. هاوليك بشوية بالك ونفتل حتى تجمع لي العجينة تاعها. فوالا هاوليك هنايا الماء يكون كافي باش تجمع لي العجينة تاعي.
هاولي بالنسبه للماده اللي حوالي نص الكيلو تاع درت برك نص الكيلو تاع الماء. ما يحبش نعجنوه باك نحاول نجمع لي زانغريديون اونصومبل. اوب اوب هنا قطعوا الخبز تاعكم الى كريات، تحبوا كبيره تحبوا صغيره، كل واحد يدير كيما يحب. انا راح نقسمها دونك على زوج. اوب هاوليك الكره الاولى الكره الثانيه كيما شفتوا ما قطعتش، راني نوريكم كل شون ديريكت هذاك باش نحوشيه تنجحوا فيه ان شاء الله بدون اشكال. هاوليك الخبيزه تاعنا تاع اهرا. اوب انا عندي زوج خبيزات. اوب دونك المبتدئين ديروا ورق الزبده، عاونوا روحكم بورق الزبده. دونك حكمت نبول راح ندير شويه تاع السميد. هوب ونخدم الاغروم تاعي. هوب عفوا بيدي كيما وريت لكم الخطره اللي فاتت لي اغروم القران العادي او الكسره. هاوليك بيدي هادو نحاول نضغط على الاطراف باش ما يكونش عندي تشقق. نعاون روحي ب بالسميد، نحاول نقلبها ونزيد شويه تاع السميد. راح ندير نفس الشيء، راني نضغط بهذه وهذه. اوب على بالكم بورق الزبده فرانشمون سي براتيك. هاوليك راح نطول عليكم باش تنجحوا فيه ان شاء الله. نزيد ندير شويه تاع السميد، تقدروا ديروا بالحلال وسي اللي يحب المبتدئين اللي يحبوا يديروا بالحلال. مي تراديسيونيلمون بكري جدتنا ويمهاتنا ما كانوش يديروا بالحلال، كانوا يديروا باليد للامان. هوب نحل هاوليك بعد ما حذيتها بالحلال نعاود ندير نفس العمليه على الاطراف باش الاطراف تاعي ما يكونوش مشقين، باش نعطي وجه دائري للحبه تاعي ولا لاغروم النعناع ولا اغروم بالحوال تاعي. دونك تقدروا طيبوا ترفعوا ديريكتومون طيبوه هكذا، تقدروا تقطعوه. حنايا نقطعوه اغروم بالحوال نقطعوه ونطيبوه دي ترونش. دونك نجبد برك الموس ونقطع. هاوليك دونك هنايا قطعت، واش ندير فوق الطاجين تاعي؟ ندير شويه ملح على الطاجين ونبدا ندير الحبيبات تاعي تاع اغروم. فوالا اوب فوق الطاجين ترفعوها بكل سهوله وديروها وحركوها بيان شاك طون زون طون كيما قلتلكم الخطره اللي فاتت. دونك نحركو ونقلبو حتى يكون عندها وجه حمار. بالنسبه للطياب دونك كيما قلت لكم حركوا الطونبون ديروا هذه الحركه وبيان سور قلبوا الجهه تاع الطياب. باغ اكزومبل هنايا راه الراس الى الفوق، راح نحاول ندير الراس الى التحت على نفس الجهه علاش باش الطياب يكون متساوي من جهه الراس ومن جهه الاطراف التحت. والطونبون حوسوا دونك تقلبوه باش يكون شوفوا اسكو الجهه الاخرى طيبه ولا كان طيبه قلبوها على جهه وحده اخرى. فوالا اوب بهذه الطريقه كيما شفتوا ما يغبن ما يدير والو. اوب فوالا وحنايا للامانه بعد ما يطيب ديريكتومون نزيدوا له زيت الزيتون من الفوق. فوالا ما ناكلوش برك هكذاك، زيت الزيتون من الفوق وناكلوه. تاني نقدروا نشمخوه في زيت الزيتون وناكلوه السي. هذه طريقه
كيفاش القبائل ياكلوا اغرم الحوال اغرم النعناع. انا نموت على زيت زيتون دونك سافا جو فيغ باغاي. فوالا دونك راح ندير زيت الزيتون من الفوق وناكلوه. وتقدروا تاكلوه ميم كوم ان روبا بوركوا باسكو سي اكيليبري. كاين الخضروات الداخل كاين سميد تاكلوه ويعمر الكرش بدون اشكال. اوف هاوليك دونك اغرم النعناع تاعنا بمقادير مضبوطه للمبتدئين. اللي عنده اسئله ولا ما فهمش خلوهم لي في التعاليق راح نعاود نشرح بدون اشكال. لي ما يفهموش اللغه العربيه تاني كتبوا لي جو بو تخادوي اون فرونسي ولا بالقبيليه اوسي با دو سوسي. بيان سور السمك تاع اغرم تاعكم كل واحد انا درت حوالي 1 سنتيمتر كل واحد يدير كيما يحب. كاين الناس اللي يحبوا يكون سميك بزاف انا بيرسونيلمون جو بريفير يكون باك متوسط. فالسمك تاعو درت حوالي 1 سنتيمتر